أفرد القرآن الكريم بين صفحاته الشريفة سورة للنحل وأخرى للعنكبوت وثالثة للنمل كإشارة ربانية لعظمة خلق الله المتجلية بدقائق شأن مخلوقاته مهما ضعفت حجماً وشكلاً، لنستغي منها عبراً في الحياة وصفات صاغها الخالق لتلك المخلوقات وأودعها فيها منذ بدء الخليقة وحتى يرث الأرض ومن عليها. اليوم في مفكرتنا سوف نتوقف عند ثلاث ممالك نجهلها، وربما لا نعلم أن هناك ممالك منذ بدء الخليقة وحتى نهاية الكون. ربما هي ممالك النحل والنمل والعنكبوت التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، لنحاول أن نتنور بشأنها ونعرف عنها المزيد ونعرف ما جهلناه من حقائق وقيم ودلالات مع الباحث الأستاذ موسى الخشتي. فحياك الله معاي في برنامج مفكرة أبو نواف. الله يحييك. يا أهلا وسهلا. عندما اخترنا ممالك نجهلها نعني أو أعني فيها في البرنامج نجهل وجودها ربما، ولماذا هي من الممالك الأزلية، يعني زال البشر، زالت أحجار، زالت أشجار، قلبت الدنيا وظلت هذه الممالك قائمة منذ بدء الخليقة. نبدأ معاك في مملكة النحل لتعطينا عنها ما عندك من علم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة اللي ذكرتهم حضرتك من نمل ونحل ونمل وعناكب تنتمي الاثنين الأوليين النحل والنمل تنتمي للحشرات. العنكبوت لا تنتمي للحشرات، تنتمي للعنكبيات. عنكبيات. هناك فرق بين الحشرة والعنكبوت. نعم. الفرق هو أن الحشرة لها ثلاثة أزواج من الأرجل، لها قرون استشعار، لها أجنحة. العنكبوتة لا تمتلك قرون استشعار ولا جناح، وعندها أربعة أزواج من الأرجل. النحل والنمل يعتبرون من الكائنات ذوات الممالك اللي يعني نظام الحياة عندهم، نظام المملكة، المملكة الغريزية. مو المملكة المكونة اللي مثلا واحد سواها مثل الإنسان. الإنسان مملكته يحكمها ملك أو رئيس أو مسؤول، وهناك مؤسسات متاح الفرصة لأصحاب المؤسسات هذول بأنه يجيد في عمله أو لا يجيد في عمله، بأنه يبدع أو لا يبدع، بأنه يغيب أو يداوم. لكن مؤسسات النمل والنحل، ممالك النمل، ممالك تعتبر مملكة مثالية. مملكة النحل تعتبر أفضل مملكة على وجه الأرض. الملكة فيها تؤمر بدون أن تأمر. تؤمر من قبل الشغالات. إيه. هم يسيرون حياتها وهي بدون أن تأمر مطاعة. هذه يعني مفارقة عجيبة. مفارقة عجيبة. إيه. هي مطاعة بكونها يعتنى فيها لأنها بحاجة لهذه العناية. نعم. والشغالات يسيرونها، يحافظون عليها، يحيطون فيها، ينظفونها، يدافعون عنها من الطفيليات إذا كان في طفيليات. نعم. تهاجم الخلية. فهناك تقسيم أتى بالغريزة، إحنا نبتدي في النحل. نعم طبعا. التقسيم هذا اللي أتى بالغريزة يجعل من المملكة هذه ملكة. نعم. وظيفتها فقط وضع البيض. وضع البيض. كل يوم تضع 2000 بيضة. هالملكة هذه. هالملكة. ما شاء الله مصنع. تضعهم من لقحة واحدة. لقحها الذكر أول ما طلعت صغيرة. فلقحها الذكر ومات. هو يموت ذكر النحل مجرد التلقيح. مجرد بعد التلقيح يموت. نعم. ذكر. والذكور اللي ترجع اللي كانوا لاحقينها اللي يكونون بالآلاف اللي ترجع للخلية على بالهم أنه مرحب فيهم. نعم. الشغالات تقلب عليهم وتقتلهم جميعهم.
عجيب، اللي تبقى الملكة، اللي تبقى الملكة، الملكة تعود تطيح أجنحتها، يكون عندها أجنحة إلى أنها مات، ما في حاجة للطيران، خلاص بتقعد في هذه الخلية إلى نهاية عمرها. اللي عادة عمرها كم؟ سنتين. سنتين نعم. بينما الشقالة عمرها 6 أسابيع فقط، وتموت وتطلع واحدة محلها. طبعا الملكة كل سنة في الموسم شو تسوي؟ هي تضع البيض، واللي يوزع الأجناس اللي تطلع من البيض هذا هم الشغالات. يعني على سبيل المثال عندك قرص الشمع في نعم. سداسيات نعم. الملكة تدور على هذا القرص، كل سداسية تضع فيها بيضة مشي تدور. مشي تأخذهم بالترتيب بالقصص من فوق لتحت، كل سداسية تضع بيضة تمشي اليمين تضع بيضة وتضع، لا تضع بيضتين في سداسية واحدة، ما شاء الله بيضة واحدة في كل سداسية. الرحلة تبتدي من وضعة هالبيضة، يجونك الشغالات يخلون البيضة تفقس، إن كانت البيضة غذيت بغذاء ملكي فتطلع ملكة. ها شنو الغذاء الملكي؟ الغذاء الملكي هو الغذاء اللي يباع الآن، اللي هو فيه مرورة وحاوي على جميع المواد الغذائية الفاخرة. وهذا يحط الإنسان، يحط الإنسان لهم يعني؟ لا لا لا، هم يسوونه، هم يسوونه، هم يسوونه ويعطونا اليرقة الصغيرة اللي فقست. لما تأكل اليرقة من هذا الغذاء شو اللي يصير؟ يصير أنها تكبر أكبر من الشقالة، لأن الملكة حجمها أكبر. سبحان الله. فتلقى بعد ما تبت الشرنق، بعد ما يكتمل نموها، يسكرون عليها السداسية، ولكن ليس بالوضع المستوي، بل يمطون السداسية برا لأن عشان يكفي حجمها. نعم. فدائما النحال يعرف أن هذول ملكات، واحدة اثنتين ثلاث ثمان عشر، يعرفوا من الشكل، يعرف من الشكل، زين يميز من حجم يعني لا كمية، يعرف من النحل شكل السداسية شو ممطوطة لبرا. فتفقس الملكة وتصير حلة صغيرة. نعم. ملكة صغيرة وتبقى في الخلية لفترة وجيزة، بعدين تخرج لتتلقح، ما تعود، تطرد، يقول لك النحل طرد، تخرج برا الخلية، تخرج برا الخلية تطير في الفضاء الخارجي، تطير ويلحقونها الذكور ليلقحها واحد منهم. يموت أو يقتل؟ لا هو بالحقيقة بعد يموت، ما يلقح يموت، هو بروحه يموت، بروحه يموت لأنه يفقد زبانته. أيه. فتعود الملكة إلى الخلية مرة أخرى، لازم تطرد، ماكو ملكتين في الخلية، الأم وبنتها، فهي تطرد، يا الأم تطرد أو تطرد يا البنت تطرد. وعادة عادة البنت تطرد. إيه. فليش ليش تصير ملكة مسكينة؟ لا الموضوع بعد له بقية. إيه. لما تطرد يلحقونها 6000 7000 نحلة معاها، هذا حزبها. إيه. يروحون يثبتون على مكان، على دعامة من الدعامات، يكونون خلية ثانية؟ ما يكونون في البداية، يثبتون ويحطونها بالنص ويلفون حواليها ويحمونها. إيه. ويطلعون الكشافين منهم يدورون موقع. سبحان الله. يدورون مكان لبداية خلية جديدة. ما شاء الله. هنا متى ما لقى النحال أو أي إنسان حضيض يلقى هذا الكودة من النحل، يقدر يأخذه ويحطه بصندوق يصير له خلية. أنا والله لقيت مرة عندي بالبيت بالصدفة بكلامك، في عندنا قاري مركون في يعني زاوية من البيت، مطردين عليه، ولا كودة نحل مكوم عليه، يا واحد مختص وشالها. اي نعم، تكون على شجرة، تكون على دعامة، تكون على ساق، على سكان قاري. اي صح، اي مكان تثبتي عليه كلهم، والكشافة يدورون، الكشافة يدورون مكان جديد. متى ما لقوا مكان جديد طاروا كلهم، يدخلت بالمكان، مكان آمن يكون، مكان يعني مكان إن الله سبحانه وتعالى قال اتخذي من الشجر والجبال وأشياء التعاريش اللي يسويها الإنسان
تخذ بيوت ومساكن. نعم. ثم سلكي سبل ربك ذللا. دوري الأكل ودوري الخير ودوري الرزق عشان يخرج من البطون شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. سبحان الله. فهنا تتكون خلية جديدة بأي مكان كان. نعم. طيب تكونت الخلية الجديدة، تبتدي الأم الملكة تبيض، تكرر نفس القانون معلومها. الآن احنا قلنا قصة الملكة. نعم. خلينا نروح نشوف قصة الذكور. نعم. البيض هذا لمن يوضع ويغذى بخبز النحل، نعم، أو بغذاء أقل جودة من الغذاء الملكي، نعم، يكبر الذكر أكبر من الشقالة فيطلع ذكر. نعم. واللي يغذون الشغالات. أيوة. الشغالات. هالشغالات هم الأساس. الشعب. هم الأساس هم الشعب. هنا شو اللي يصير؟ اللي يصير إن الذكر يطلع يفقس، يشق السداسية. نعم. خط السداسية. الذكر يبين قبل لا يفقس. إيه. إن السداسية منتفخة. آه. يعني هو أكبر. الشقالة تكون السداسية مستوية. آه. الملكة تكون السداسية مبعوجة كحبة الفاصوليا برا. إيه. فيطلع الذكر ما مهنته في الخلية إلا يأكل. ويحوس. الذكر بس يأكل. ويطير ويرجع لا يجيب عسل. ولا لا مهمة سوى ينتظر الملكات الجدد يطلعون علشان يلحق. عشان يلحقهم. وإذا لحقهم وما فاز مصير الموت. ها اللي ما يفوزون اللي أيضا يفوز يموتون. يردون الخلية على بالهم ورحب فيهم. فيقتلونهم. يقتلونهم الشغالات. يفتكون منهم. إيه لأن زيادة عدد. زيادة عدد ما كفايدة. يفقس غيرهم. واستهلاك للعسل. إيه إيه. خلص. ينحق الشغالة. اللي هو الفئة الثالثة. نعم. هي أساس الخلية، هي الشعب مثل ما قلت أنت. هذه الشقالة تغذى بغذاء عادي اليرقة فتطلع شقالة. نعم. عقيم. في ثلاث أنواع من الغذاء. إيه نعم. غذاء عقيمة. ملكي وغذاء الذكور وغذاء بالضبط. الشقالة. فالشقالة تكون عقيمة. أيه. ما لها جنس. أيه. ولكنها قد تبيض إذا فقدت الملكة وتطلع ذكور فقط. أيه. إذا فقدت إذا ضاعت يعني إذا ضاعت الملكة مثلا إذا ضاعت الملكة وفقدت من المكان أو ماتت أحد يطقها مثلا أو طقها أحد مثلا أيه. واحد النحال قاعد يشتغل وهو ما يدري ورعصها في مكان وقتلها وهو ما يدري لو أو أحد شافها طائرة يعني يمكن لا هي ما تطلع ما تطلع ما تطلع أبدا أيه. فهنا الشغالة قد تبيض يسمونه التكاثر العذري عذري بدون هي الشغالة ما تلقحت أيه. ولكن قد تبيض وتطلع ذكور. هذه الشقالة لما تطلع تقعد أسبوعين تعمل في الخلية ما تطلع. أيه. تشتغل مهمتها تشتغل في الخلية هذه. نعم. شو تسوي؟ تربي اليرقات الصغار. طيب عشان نشوف شو تسوي الشغالة بس تعطيني لهذا الفاصل فاصل عذرات المشاهدين ونكمل هذا الحديث الممتع مع الأستاذ موسى الخشتي حول مملكة النحل تابعونا رجاء متابع معكم حضرات المشاهدين حوارنا مع الأستاذ موسى الخشتي حول ممالك نجهلها كنا نتكلم قبل الفاصل عن مملكة النحل وصلنا إلى الشغالة ودورها في داخل المملكة نكمل تفضل الشغالة الشغالة تطلع شغالة تشتغل بغض النظر عن أي وظيفة بعد ما أكل لها وظيفة معينة نعم. تشتغل في تربية اليرقات لمدة أسبوعين داخل الخلية هي. ما تخرج بعد الأسبوعين الغرابة أنها تتخصص يعني كل شقالة ما قالت لها الملكة أنت تيبين رحيق هي. أنت تيبين ماي أنت تيبين برزيليوس برزيليوس شنو؟ برزيليوس هي المادة الشمعية التي تكون على قمم أوراق النباتات يأخذونها النحل يشحذون فيها السداسيات عشان تصير حادة اي انت بتيبين حبوب لقاح خلاص بعد الاسبوعين كل وحدة فيهم تتخصص بدون امر تتخصص هم يطالعون نسبة وتناسب النوعية هذه موجود وايد ما يصيرون النوعية هذه موجود شوية ينضمون لها فتصير هم يفرزون روحهم يفرزون روحهم قلت لك
فرز إلهي. إلهي سبحان الله. إنزين تتخصص اللي تيب رحيق تدور دور رحيق وتيب من الزهور مثلا، من الزهور، من أي مادة حلوة تلقاها، حتى لو مادة عادية، حتى لو شاي، حتى لو بيبسي، حتى لو يعني أي شيء سكري. أي في منها يتخصص في حبوب اللقاح، تجمع حبوب اللقاح في أرجلها الخلفية تكودها وتيبها تحطها داخل السداسيات، لأن اليرقات بدون حبوب اللقاح ما تعيش، ما تعيش. يخلطون يسوون منها خبز النحل، يسوون منها غذاء الملكات مع العسل. ما شاء الله. هو أساس الغذاء. أساس الغذاء. في منهم يتخصص في إحضار البرزيليوس، وفي منهم يتخصص بإحضار الماء تناكر. هي. تروح تجيب ماء وتصب بالخلية، هو عشان طبق العسل. هي. ولازم الماء نوع معين يعني، لا مو مالح، ما يعذب، ما يعذب يعني. النحلة ما تجيب ماء مالح أو خريج أو تجيب أو ملوث أو ملوث، تجيب ماء يعذب. طبعاً النحال لازم يحط لهم ماء قريب عشان يروحوا له، خاصة بالصيف يزيد، فهم يعرفون طريقهم. يعرفون طريقهم. إذن هناك من الشقارات يتخصص كذلك في الدفاع بخلية، الدافع عن الخلية، قربت أنت من الخلية طلعوا لك. ضرب عشان ما تذي الخلية. أيه. في من الشقالات يتخصص في التهوية، توقف عند باب الخلية وتحرك ناحيتها مثل الفهفة، مثل الشفاط. بس عشان الهوى. تهوي على الملكة اللي قاعدة، تطلع الهواء اللي بالخلية تجدده عشان الملكة، مو الملكة عشان داخل. الصغار والملكة والشغل الشغل داخلي، يصير ماكو خمتة داخل. أيه. فيتهوي. في منهم كشافين، يطلعون يدورون إذا كان في رحيق، إذا كان في حبوب لقاح، إذا كان في أي شيء ماي رد، تدخل داخل الخلية تخبر. طيب شلون تخبر؟ ترقص النحلة، ترقص ترقص، تسوي الرقصة. وهنا اللي أذهل الموضوع، اللي أذهل العلماء، بأن هذه الرقصة هي اللغة، توقف بالنص وتحرك مؤخرتها وتكون هي باتجاه الجهة اللي لقت فيها الرحيق. الغريب بالأمر أن بعد الرقصة هذه الكل يطلع جالبي الرحيق أو جالبي حبوب اللقاح، الكل يطلع يذهب إلى هذا المكان مباشرة من هذه الرقصة، ما يروح مني ولا مني أبداً. وتصدر أصوات هي أثناء أبداً رصدها أبداً. كيف تم رصد هالمنظومة من الأعمال يعني هل العلماء دخلوا إلى خلايا بأجهزة دقيقة مثلاً؟ أجهزة، كاميرات، ورصدوها وتصوير ومتابعة وترقيم وتلوين. نعم. أشياء يعني متكاملة. والكلام اللي تفضلت فيه في وصف وظائف خلية النحل في هذه المملكة العبقرية، هذه موجودة منذ بدء الخليقة. من بدء الخليقة في كل خلية في أي مكان من الدنيا لها فيها هذا النظام، كل مكان موجود في العالم في هذا النظام. والآية القرآنية تخذي من الشجر ومن الجبال بيوتا وما يعرشون ثم اسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يا سبحان الله. فهذا شيء من الأزل موجود. نعم. هنا تكون هذه الخلية من أفضل الممالك اللي موجودة على الأرض، لأن كل واحد عارف شغله. وبعدين بالنهاية إنتاجها في ما ينفع الناس اللي هو العسل. طبعا شفاء للناس. اي وفيه شفاء للناس. وهذا الأمر اللي يعني يجعل من هذه الحشرة محترمة. محترمة بطبيعة أعمالها، بذكائها، بنظامها بكل شيء، بتماسكها بإنتاجها. وكذلك يلفها حب من قبل الإنسان، حب يعني بين الناس قاعدة تربي. يعني أنت من تذكر النحل تستبشر. طبعا صحيح، لو الناس تربيها معنى تقرص معنى بالضبط، لكن قرصتها
هام شفاء لمرض حيل أنا يعالج أيضا بعض الروماتيزم الديسك والروماتيزم الروماتيزم يعالج بقرصات النحل. أيوة سبحان الله. الحديث شيق بس ودنا بسبب ضيق الوقت ننتقل بعد هذه المملكة الرائعة مملكة النحل إلى مملكة النمل. يعني ورد في القرآن الكثير من توصيف ممالك النمل، هل النمل وادي وهل النمل مساكن غير اللي احنا نشوفها انها غار او فتحة يدش فيها النملة؟ حدثنا عن مملكة النمل. النمل هو نفس سياق النحل بل يتبع إلى نفس الشاكلة، بس ما يطير. بس ما يطير. أيه. يطير في وقت معين. أيه لا بغى يموت. لما يتزوج. لما يتزوج. أيه. تطير الملكة ويطيرون الذكور. أيه. لكن الشغالات ما تطير. فالنمل واحد. هم بعد النمل فيهم ذكور وملكة. أيه تيك سالفتهم. أيه. فالنمل هو من الحشرات اللي تكون قريبة جدا من النحل. هناك 110,000 نوع من النمل والنحل والدبابير. 110,000 نوع. 110,000 نوع. النمل لوحده 12,500 نوع. ما شاء الله. في العالم. هذا النمل يقوم بعمل مستعمرات وممالك. طبعا ما تخل شأنا عن النحل. نعم. ولكن النحل في صفة مميزة اللي ذكرناها قبل شوي، إن هذا النظام الطيران والعسل والرحيق. النمل يختلف، النمل متعدد التغذية، ما يعتمد على الرحيق ولا يعتمد على ماء ولا يعتمد على كل شيء. يعتمد على كل شيء، يبحث عن الغذاء. أيه. يجمع الحبوب، يجمع الفواكه، يجمع الحشرات، حتى لو حشرة ميتة حيوان صغير ميت يروحون يبونه. أيه. هي ممالك مثالية مثل النحل. نعم. عفوا خلية النحل فيها تقريبا كم سكانها؟ خلية النحل تبتدي من 6,000 وتنتهي ب 150,000. ما شاء الله. 200,000. والآن بجي على النمل. النمل بالملايين. بالملايين. ها؟ يوصل الموضوع إلى الملايين. الآية القرآنية اللي قال فيها رب العالمين لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هذه فيها معلومة للعلماء تعجبوا منها، كون إن النمل شلون يتحطم لما يدوسه سليمان وجنوده عليه السلام. يتحطم بالفعل، يتحطم، لأن النملة جسمها مغطى بمادة كاروتينية جيلاتينية يابسة، فلما يدوسها الواحد يتكسرها. تكسر. طبعا هذا ما كان موجود بوقت نزول القرآن ولا كان أحد يعرف هذه الصفات التشريفية. يعني تكسر ولا تنتف تتكسر ولا يحطم منكم. يعني حدد طريقة الهلاك. هذا يعني دليل قرآني عظيم على هذه المعلومات، أنها موجودة وذكرها القرآن الكريم قبل لا يكتشفونها العلماء. العلماء. نعم. النمل منتشر في العالم ب 12,500 نوع من أنواع متنوعة. طبعاً هي تعتمد الموضوع يعتمد على الملكة اللي هم تطاع بدون أن تأمر، ويعتمد على أن الملكة هي الأم، يسمونها المذر، الأم الرئيسية، لأن ماكو حد غيرها يضع بيض. إيه. تضع بيض في مكانها، ما تدور على سداسيات مثل ملكة النحل. إيه. والنمل يأخذ البيضة كذي يلقطها يوديها يحطها في غرف معينة داخل الجحر مال النمل. إذا جحور النمل فيها غرف وفيها غرف ممرات، فيها دهاريز، فيها ممرات، فيها نظام تهوية. راح أحيي هذا الموضوع بالسياق الحديث. فيأخذها ويحطها في غرف يجمعها، وفي نملات خاصات يقومون في العناية فيها وتفقيسها واليرقات. أنت ما تلاحظ بعصاة أنت تسقي الحديقة طلع النمل كل من شايل لدودة صغيرة كل من شايل يرقة صغيرة. ايه. ينقذون اليرقات ليهم الماي. ها. يودونه مكان مرتفع، بعدين إذا خلص الماي جدده، وهذا ردوهم مرة ثانية. ويظل المسكن اللي موجود تحت قائم. المسكن يعني. يعدلونه ويسنعونه مرة ثانية. وينشفونه يمكن. نشفونه. ايه. إنزين. هذا الموضوع في تجميع غرف تجميع للولادة. ايه.
طبعا هذه الغرف تكون مهوات، تكون فيها مخازن، يمها مخازن للغذاء، الغذاء اللي يجمعون الشغالات. يعني من قط شيء بالأرض ما تتعلى أنه ملياله، إيش حقه بيوديه يحطه في المخازن. وشون يحس فيه، شم ولا كشافات؟ ايه مثل ما النحل لك الشافات. ايه هاي نشوف النملة الواحدة، هاي النملة تلقاها بروحها تمشي وترجع، تدور وتروح وتروح. وين رايح هذه؟ هاي مو قاعدة تتمشى، هاي قاعدة تدور. ايه تدور شيء مفيد تنقله الى وسبحان الله اي شيء يطيح منك في الغرفة على طول راحت نادت، ما تاخذ بعد شوي الا هي منك. اول شيء تحاول فيه، ايه اذا ما قدرت راحت نادت ربعها. ايه والمنادات تتم بواسطه السميلي، الريحه. الريحه يعني يصير طابور من المسكن الى المكان المقصود. نعم. اللي فيه الرزق اللي لقيته. نعم. هذا الطابور رايحين جايين. طيب رايحين ايش حق جايين؟ لازم لغرض، لازم لغرض. لان اللي جايين مو شايلين اللي لقوه، بس رادين. ايش يسوون؟ رادين تاكيدا لوجود هذا الشيء، وصول للخليه. اذا في مزيد تعالوا. لقينا شيء، لقينا موجود. لقينا الرزق. تلقى النمله الرايحه تقابل النمله الجايه، تضربها بويها وترد تكمل. هذا الضرب وهذه الملامسه تكون لتعريف بأن ترانا من ربعكم وانتي من ربعنا. نعم. ها نعم. الوايد ممكن يدخل بالطابور. ايه قد يكون بعد فرق مختلفة من النملة، فرق مختلفة، كل مجموعة رايحة لطريقها. ايه كل ممكن نملة او طابور من نمل اخر من قار ثاني. ايه يأتي بها الطابور هذا، لا يرفض يقتل. مو كل نملة تي مسموح لها. بالضبط. هذا بس المجموعة مالت اللي لقتهم الكشافة مالت هالجحر. قاعدين يقولوا لي عن الفاصل، مع اني انا مستمتع. حضرات المشاهدين فاصل وارجوكم تابعونا. استكمل معكم حضرات المشاهدين استمتاعنا بحديث الباحث العالم موسى الخشتي حول الممالك التي نجهلها، وكنا نتحدث معاه وهو يتحدث معنا عن مملكة النمل. فطلع الطابور رايح للرزق المحدد، لا يدخل معاه طابور ثاني يتعرف عليه بالملامسة وتقتل ويقتل الطابور الثاني اللي ينافس. بالضبط. إذا بيروح لمحل ثاني كيف كيفه. أي بس اللي لقوه لهم. أي لقوا عيش، لقوا شيء، لقوا لهم هم يأخذونه. أي فيأخذونه ودونه إلى المخازن. الغرض هني شنو؟ الغرض بس التغذية والتكاثر، لأن في النحل الهدف يعني توليد العسل، أو يعني الغرض هو استمرار النوع، لأن النوع هذا قاعد يشكل أهمية عظيمة في استمرار الحياة على الأرض. شو الاستفادة من النمل يعني؟ الاستفادة من النمل أن النمل لا وظائف يقوم فيها في البيئة رهيبة. مثل هو غذاء لكثير من الحيوانات، الحشرات الأخرى ولا الحيوانات؟ الحيوانات تأكل أكل النمل. العملاق جسمها البلية العملاق هذا يستمد غذاء من النمل. النمل يهوي التربة، النمل ينظف البيئة، النمل خاصة النمل الأبيض الأرض لولا وجوده في هذه الحياة لاستحالت الحياة على الأرض. عجيب. من أي ناحية؟ غابات مترامية الأطراف، تي صاعقة تكسر شجرة ضخمة، هذا الفرع انكسر وطاح، هذا هاي تراكمات نفايات خشبية تكون تقول في أرض القابة. إحنا لما نكون في المكان السكني نجيب كلاكتر يوخرها، نوديها المحرقة، نوديها التصرف فيها. هناك في الغابة ماكو كلاكتر، ماكو بلدية. هذا الكلاكتر، هذول الكلاكتر. فالنمل من يشوف شجرة ماتت ما يهاجمها وهي حية حتى لو كانت مريضة. ماتت وسقطت وجفت يبتدي الهجوم عليها، يتغذى على هذا الخشب ويحول الخشب إلى تراب. فتلقى التراب مع الأمطار يمتد بأرض القابة، مادة خصبة
والنمل طبعا له مهام اخرى وهو انواع كثيره. في نمل عسل. نعم. في عسل. ها في عسل بعد. في نمل في عسل يسمونه نمل العسل. ايه. هذا غريب امر عجيب، يعلق نملات في سقف الجحر ويروحون يمصون الرحيق من حشرات المن، المادة الحلوة هذه، أو من الفواكه، ويجيبونها وينزلونها في فم هذه النملة المعلقة، فينزل السائل هذا إلى بطنها. نملة تلقاها صغيرة 3 مليمتر أو 4 مليمتر، ولكن بطنها كبر حبة العنب، ما شاء الله، مملوء بالعسل. طيب شلون يجمع؟ يجمع بواسطة النملات في فمهم، ايه، وينزلونه داخل فم النملة المعلقة. لا أنا قصدي هل يستخدم بشريا؟ بشريا ما يستخدم، لهم هم. أوه، ما. فتلقى شكل البطن ومنتفخ وهاي معلقة، زي ثقلت بعد ساعة تطيح. ايه. يسارع الجميع لتعليقها مرة ثانية. ليش يعلقوا؟ علشان يبقى البطن معلق ومجال فيه إنه يتوسع في خزن مزيد من العسل. وإذا احتاجوا يابوا نملة أخرى حطوها وترسوا بطنها. نعم. هذا نمل العسل يسمونه. نعم. هناك النمل القاتل اللي هو النمل اللي يسمونه نمل الجيوش. إيه. ونمل السفاري. نمل الجيوش موجود في أمريكا الجنوبية، ونمل السفاري موجود في أفريقيا. يأتي حق إنسان حتى لو نايم يقضي عليه. أوه هذا. يعني يأكله كله. هذا متوحش. يعني. طبعًا متوحش. إيه. في نمل مو متوحش، حتى حنا هنا الحين في الحدائق عندنا في حديقة المنزل. نعم. بعد ساعة تمر عليك نملة ما أصلا ما تحاول تصعد على جسمك. إيه. هذا نمل مسالم. إيه. بعد ساعة نملة تصعد على جسمك ما تسوي لك شيء، بعد ساعة هناك نمل يصعد على جسمك ويقرصك. إيه. إيه. هذا. هذا النملة الدهرية. إيه. فالوحشية. إيه. والأذى من النمل متفاوت، يعني مو في مسالم في متوحش. زين هل رش النمل وقتل النمل اللي قاعدين نقوم فيه، يعني ما حد ينبسط ويستانس مثلا يلقى بيته غار نمل ويخليه؟ لا طبعا على ابونا يحافظون على الطبيعه. أي هل أي شيء هل مقاومته او قصدي ابادته في ضرر يعني؟ لا بالعكس، اي شيء مؤذي انت مباح لك انك تبيده. بس واحد العادي وين يفرزن ما بين النمله المؤذيه؟ لا عموما النمل حتى لو كان مسالم فهو قد يهاجم المطبخ، قد يهاجم الاكل اذا حطيته. اي طبعا. يعني انت قاعد تبيده. اي لكن هذه وظيفته في الحياه، وظيفته في الحياه. هو قاعد يمارس وظيفته، يؤدي الدور اللي عليه مو كله. هل راحوا العلماء ايضا الى مكامن النمل او جحور النمل وصوروها ايضا باجهزه دقيقه؟ نعم بطبيعه الحال. هناك عجوبه العجيب في ابراج النمل اللي موجوده في افريقيا في الغابات، فيها النمل الابيض تصل ارتفاعها الى 10 امتار. اوه. بمداخل ومخارج، قطر الترمايت هذا 30 متر قطرة ومرتفع 10 ما شاء الله، يعتبر طبعا يسكن الملايين من هذه النملة. هذه المساكن هي الكبيرة. هذه مساكن النمل، هذه اللي يها اكل النمل العملاق بمخالبه ويكسر الطين هذا ويطلع النمل ويتغذى عليه. ها هو هذا طين هي كونته، هي كونته النمل كونه بالضبط. يعني هم تواجدهم في مستعمرات هائلة، حتى ان هناك خلية نمل ممتدة من إيطاليا إلى إسبانيا. خلية واحدة مستعمرة واحدة تحوي التريليارات من النمل من إيطاليا إلى إسبانيا، على امتداد الحدود يعني مثلا. إيه في جانب يعني من الأرض ممتد عريض. حسبوها العلماء أن النملات هاي تنتمي جينيا إلى كل النملات اللي موجودة إلى إيطاليا. كم الطول تقريبا قدره؟ يعني آلاف. آلاف طبعا. آلاف. إيطاليا إلى إسبانيا يعني قول 3000-4000 كيلومتر. ما شاء الله. وخلوها العلماء موجودة هذه، يعني هذه أنت ما تقدر تلمسها لأن وعميقة في الأرض من الطب. هذا من الطبيعة. إيه. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى.
في الأرض يعني ويتعايشون أو يعيشون ويتوالدون عبر أزمنة القديمة آلاف سنين. يعني هذه الحشرات موجودة من 450 مليون سنة، يعني عاصرت الديناصورات وانقرضت الديناصورات وهي موجودة ما شاء الله، وقدرت تقاوم كل الكوارث الطبيعية اللي جات على الأرض. نعم، وآخرها اللي هو النيزك اللي ضرب الأرض وغضى على الديناصورات، ولم يغضى على النمل. ما غضى على النمل، لأن النمل عنده تكيفات رهيبة تحت الأرض يحافظ على نفسه. نعم، هناك نمل يسكن ما يحيكه، يحيك من أوراق الشجر. نعم، يحيك له مساكن. نعم، هناك نمل يتخذ من الأرض جحور، هناك نمل يتخذ من الشقوق جحور. نعم، هناك نمل يكون جوال، يعني هي حق منطقة يكون مكشوف، خليته تكون مكشوفة. هناك نمل يكون بقرب الماء حتى أنه تعود أنه يكون يعمل جسور. نعم، واحدة تمسك الثانية، واحدة تمسك الثانية، ويصير جسر حق غيرهم يمر عليهم. مر عليهم ما شاء الله. قالوا من فوائد النمل أيضا أنه يخلصون الطبيعة، مثلا إذا في جيف في الصحراء وكذا بالضبط تبيد الجيف علشان بالضبط بالضبط يعني يقل من ضرر الجيفة تفتتها. هناك نمل الزراع بعد حضرني يزرع، يأخذ قطع من النباتات ويديها داخل الجحور، خليها تتعفن وينمو عليها الفطر وهو يأكل الفطر. سبحان الله، فالنمل عجيزة يعني سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى وضع أسرار رهيبة في الكون في هذه المخلوقات. بلا شك. ننتقل إلى مملكة العناكب كمملكة أخيرة تحدثنا عنها. العناكب ما تكون مملكة، العناكب حشرات فردية، وهي مو حشرات، هي عنكبيات. كثير من الناس العنكبيات ايش تفرق؟ العنكبيات اللي هي تشمل العنكبوت، العقرب، العث، القمل، القراد. العنكبيات تختلف عن الحشرات كونها ان جسمها يتكون من جزئين، رأس بطن مدموجين وبطن، رأس صدر قصدي مدموجين وبطن. الحشرة تتكون من رأس صدر بطن. الحشرة لها قرون استشعار، العنكبوتة ما لها قرون استشعار. الحشرة لها جنحة، العنكبوتة ما لها جنحة. الحشرة لها ثلاثة أزواج من الأرجل، العنكبوتة لها أربعة أزواج من الأرجل. هذا الأمر خلى هناك فاصل، هاي فيها وفصيلة وهذه فيها وفصيلة. عناكب لا تكون ممالك، بل العناكب يعني منتشرة في الأرض بأساليب متنوعة. في يوجد منها في الأرض ما يقرب من 100,000 نوع. 100,000 نوع قصدي العنكبيات كلها. نعم، العقارب نعم. بين كل أنواع كلها هناك 2,500 نوع إلى 700 نوع بحسب تقدير العلماء، 2,500 إلى 700 من العناكب فقط. نعم، والعنكبوتة نزلت فيها سورة قرآنية، سورة العنكبوت. سورة العنكبوت، وذكر فيها بأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أيوه، هذا شنو تفسيره؟ إحنا نفسرها بأن الجيس بيت العنكبوت يتكسر. عدل. وهذا خطأ. شنو الصح؟ الوهن في بيت العنكبوت هو الوهن البنيوي. هذه العنكبوتة من يتزوج بها الذكر كلته. هذه حالتهم النمل والنحل نفس الشيء؟ لا، لا، النحل يموت بروحه. لكن هاي لا، على فكرة النمل أيضا من الذكر يزاوج، هم يتزاوج بعدين يموت. اي زين، العنكبوتة تأكل؟ العنكبوتة لا، تأكل تتعشى فيه. فهناك عناكب تسمى، حتى واحدة منهم تسمى الأرملة السوداء، عنكبوتة سوداء فيها خط أحمر. أي، هاي تأكل ذكرها. من الطرائف اللي أنا قريتها في يعني بحثي في هالموضوع، هو أن هناك عنكبوتة كبيرة في الحجم ذكرها يكون صغير في الحجم. أيه، علشان يتزاوج معها يعطيها بطن تأكله، فهي تكون مشغولة في أكل بطنه أثناء التزاوج. إيه، أثناء التزاوج. فهو عندما يتم عملية التزاوج يهرب. أيه، يهرب بطريقة مخادعة. طبعا البطن
يريد ينمو له مرة ثانية أي. ويلتئم يعني جرح على الأقل ما يموت ما يموت لا ما يموت يعني هو مهيئ بأن تعيد الخلايا نفسها وترد تلتئم إيش غير الوهن البنيوي في بيت العنكبوت غير أنها تأكل الوهن البنيوي هو أن ماكو حياة اجتماعية مترابطة يأكلون بعض يأكلون بعض الأم تأكل عيالها يعني ماكو زوج قاعد في البيت أي. وزوجة بيت مهيئ للصيد طيب ماكو زوجة ماكو هي. ماكو زوج ماكو أولاد وهن أخلاقي يعني وهن اجتماعي والأبناء يأكلون بعضهم بعض لا لا ما يأكلون بعضهم بعض بس يتفرقون أي. يعني ماكو ترابط في أما نسيج العنكبوت أي اللي هو البيت هذا اللي هو النسيج أي. فهو يعتبر أقوى مادة موجودة سبحان الله مع أن لو أخذت نسيج العنكبوت وطويته وسويته وغزلته إلى حبل طبعا ملايين الخيوط منه لكان أقوى من الحبل الفولاذ يقول إن تيتانيوم منه المواد اللي تصنع منها الصواريخ نعم تخيل فمن كذي تلقى الوهن مو الوهن لأنه شو اسمه اي هذا أقوى بيت النسيج زين هل ينسج فعلا من بيوت العنكبوت المواد الصلبة؟ اي العلماء إيه؟ اخر اكتشاف لهم تبين ان هذا هذه المادة اذا استخدمت في عمل حبال معينة لإغراض معينة تكون من اقوى الحبال وموجودة بهالكميات اللي ممكن تصنع لا مو موجودة يعني إيه؟ حاجتها محدودة إيه؟ مو يعني مو بس ممكن يستفاد ممكن منها. يستفاد منها. ما هي الدروس الآن باقي لي دقيقتين معك إذا نقول بخلاصة سريعة الدروس المستفادة بالتركيز من النحل كمخلوق والنمل كمخلوق والعنكبوت أو العناكب كمخلوق الدروس إن الثلاث كائنات اللي احنا تكلمنا عنهم يفيدوننا بشيء واحد هو ذلك الخلق المبدع الرائع اللي موجود على هذه الأرض ونظام العمل ونظام العمل كيف إن الله سبحانه وتعالى جعل من مملكة النحل ومملكة النمل عبرة للبشر لأن شوفوا هذه كائنات صغيرة كائنات لا ترى شلون توزعت الأدوار وشلون تجيد بإدارة ممالكها نعم وانتوا البشر يبي لكم مراقب ويبي لكم مدير إدارة ويبي لكم وزير ويبي لكم وهم ماكو فايدة ولا مخبر شرطة وهم ماكو فايدة وهم يتهاوشون وهناك منظمين أمور هناك دون أن يكون أي شيء من هذا القبيل تلقاهم منظمين ومرتبين وهذه عبرة وهذه هذه يعتبر تفكر سبحانه. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فالتفكر هو ذات عبادة صحيح والله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نتفكر ونعبده ونظهر قدراته الهائلة في عمل هذه المخلوقات والحكم المستغاة منها نعم. هذا عن الفوائد اللي تنم للبشر من عسل النحل وغيره نعم. والفوائد اللي تنم للبشر وللحياة عموما على هذا الكوكب من البيئة من البيئة والمحافظة عليها واستمرارية البيئة تعالى الله أحسن الخالقين والشكر الجزيل لك أستاذ موسى الخشتي على هذه الإفاضة الرائعة فيما يتعلق بالممالك التي نجهلها وفعلا علم غزير ونسأل الله أن يفيد الناس في منك دائما شكرا لك حضرات المشاهدين أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مثل ما استمتعت بهذا العرض لممالك نجهلها أشكر لكم متابعتكم مثل ما شكرت ضيفي الكريم انتظرونا في لقاءات أخرى من برنامج مفكرة وإلى اللقاء